يهدف التعاون والتنسيق المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى توحيد الجهود وتكريسها في سبيل تحقيق المزيد من التعاون والتكامل في العمل التشريعي والوطني. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. أهلا بك أستاذة دلال في نشرة الثامنة. كيف تنظرون إلى التعاون والتفاهم البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية وانعكاساته الإيجابية على منظومة العمل الوطني والتنمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكل عام العلاقة بين السلطتين قائمة على مبدأ التعاون وهو التزام أوجب الدستور. لذلك دوما نجد جلالة الملك الله يحفظه سواء في خطبه السامية أو في اللقاء مع السلطتين يؤكد عليه للعمل بموجبه، وهذا أيضا ما التزم به رئيسي مجلسي الشورى والنواب والأعضاء. ومؤشرات هذا التعاون تجلت بمقياس يعني نسبة التشريعات التي توافقنا عليها وإقرارها، استقرار العمل البرلماني وثبات جلساته، وأيضا الأخذ بمبدأ التشاور والتوافق من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للمجلسين وكذلك مع الحكومة الموقرة. الارتفاع أيضا نسبة التوافق على الاقتراحات برقبة والتي لها عوائدها وأثارها، خاصة المرتبطة بالخدمات الموجهة للمواطنين في مجالات أساسية، التشارك مع الحكومة في المعالجة التشريعية لأوجه القصور أو الخلل كلا بحسب اختصاصه. وتأكد أيضا متانة التعاون ما بين المجلسين في التمثيل الدبلوماسي البرلماني من خلال الشعب البرلمانية. نعم سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.